بعد ما خلصنا الجزء بتاع الانكود 3 اند، بيجي كده في المساله سواء كانت شيت كانت سواء كانت كانتليفر شيت بايل او سواء كانت هي انكود بايل، يجي يقول لي مثلا لو الحمل بتاعك كانش مثلا موزع بشكل منتظم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت متعود على طول مثلا ان التربه لو هي التربه عندك بيبقى بالشكل ده، بيبقى عليها حمل موزع كده بانتظام يعني على طول الارض بتاعتك، تمام؟ وكنت بتوزع ولو هو مثلا عندك عمق الحفر بتاعك بالشكل ده، وادي مثلا الشيت بايل انت كنت حاطه هنا، ومستوى مثلا الارض التانية هنا، فانت كنت متعود ان انت بتوزع شكل الضغوط بتاعتك بالشكل اللي احنا متعودين عليه هنا بقى. وده كان اساس نظرية اصلا رانكينج، ودي الطريقة اللي احنا شغالين بيها. طيب يجي هو في ايه؟ في مسألة عادية خالص بعد ما انت تخلص المسألة وتشتغل برانكينج، يجي يغير لك شكل الحمل، او يجي يقول لك ايه اللي يحصل لو كان الحمل عندك موزع بالشكل ده. يعني يجي هنا في المسألة يجي يقول لك لو كان ادي مثلا منسوب التربة، وادي مثلا التربة التانية اهي منسوب الحفر، وهنا مثلا كان شيت بايل اهو، يجي يقول لك يحصل ايه لو انا عندي مثلا حمل بيرتكز بالشكل ده، حمل مركز في نقطة مقداره بي، ايه هي الضغوط الناتجة على الشيت بايل ده نتيجة الحمل ده؟ يبقى انا فرق لك ما ينفعش اصلا خالص ان انا احلها بطريقه رانكينج، لان رانكينج معتمد ان الحمل بيبقى حمل منتظم. طب انا هعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ قال لك والله في الحاله اللي زي دي، ودي على فكره بتيجي في نهايه مساله الكانتليفر شيت بايل او الانكود، يجي بعد ما انت تخلص المساله عادي خالص والحمل بيبقى منتظم بشكل طبيعي واشتغل برانكينج عادي وبالطريقه بتاعتنا، يجي يقول لي كده اخر حاجه مثلا بتبقى عليها جزء صغير من الدرجات، يجي يقول لي طب لو الحمل مثلا منتظم، لو الحمل مثلا مركز، هات لي توزيع شكل توزيع الضغوط بتاعه التربه الجانبيه. يبقى دلوقتي احنا عايزين نتكلم على ازاي احسب ضغوط التربه الجانبيه، وزي ما قلنا ده بيجي في نهايه السؤال نتيجه طبعا احمال متغيره، يعني احمال بطرق مختلفه، تمام؟ كل حمل او كل طريقه حمل بتختلف طريقته ازاي احسب الضغوط. يعني مثلا لو انا عايز احسب حمل او الضغط عندي عند النقطه دي، جيت كده سميت النقطة دي مثلا وليكن عايز احسب عندها، دي النقطة اللي انا عايز احسب عندها سيجما الاتش اللي هو الضغوط الجانبية، عايز احسب عند النقطة دي سيجما الاتش اللي هو الضغط الجانبي الناتج من الحمل الحمل اللي هو المركز ده. قال لك والله ده ليها قانون نتيجة، القانون ده خلي بالك خاص بس بالحمل المركز، والقوانين دي الحمد لله بتبقى جيفن. ايه القوانين بتاعتك؟ قال لك لو انت الحمل هنا لازم تحفظ شويه حاجات، في حاجات قوانين بتبقى جيفن بس الحاجات اللي جوه القوانين لازم تعرف ايه هي اصلا وبتستخدمها ازاي. يعني القانون بيقول لك ايه؟ سيجما الاتش بيساوي 4 بي على باي في اتش، الكلام ده في ام تربيع في ان على ام تربيع زائد ان تربيع الكل تربيع، وده لو الام اكبر من 4 من 10. ولو انت عايز تحسب سيجما الاتش اللي هو الضغط عند نقطة اللي انت حددتها دي، على فكرة ده اسمه الضغط الجانبي للتربة نتيجة بطريقة تانية، بيقول لك ليها قانون تاني باسمه بي على اتش، وقوانين دي زي ما احنا قلنا بتبقى جيفن بس لازم تعرف ايه هي الام والان الرموز دي عشان تعرف تعوض بيها، على بوينت 16 تمام زائد ان سكوير الكل سكوير. قال لك القانون ده بقى خلي بالك لو الام اصغر من او يساوي ال 4 من 10. طب انا بستخدم فين هي الام والان؟ القوانين هتبقى جيفن عندك بس انت تختار اي واحد. قال لك لو انا عايز احسب ضغط التراب عند النقطه دي زي ما احنا قلنا، عندك المسافه دي اسمها المسافه من الحمل بتاعك الحمل المركز لبدايه الكانتليفر شيت بايل، المسافه دي اسمها ام، تمام؟ والمسافة الرأسية دي من هنا لغاية النقطة اللي انت حددتها اسمها N، والارتفاع ده طبعا عمق الحفر اسمه H، وهنا انا عايز اجيب الضغط اللي هو سيجما ال H، هنا انا عايز احسب سيجما ال H عند النقطة دي وانا اللي على فكرة محددها. فلو ال M دي
اكبر من 4 من 10، المسافه بتاعتها اكبر من 4 من 10، هخش في القانون ده. لو الام اصغر من او يساوي ال 4 من 10، هخش في القانون ده. دي اللي هو الحمل، اتش اللي هو عمق الحفر، ام اللي هي المسافه الافقيه من الحمل لبدايه الكانتيليفر، وان قلنا عندك اللي هي المسافه الراسيه لغايه النقطه اللي انت محددها. هتخش في قوانين، والقوانين دي تبقى جيفن، بس تبقى عارف ايه هي الام والان واللي هي سيجما الاتش والبي طبعا، والاتش اللي هو عمق الحفر. طيب ساعات بيطلب عند نقطة معينة هو اللي يحددها لك. طيب لو هو بقى عايز شكل الأحمال، أو لو هو عايز شكل الضغوط، يعني مش عند نقطة بس، لا ده على هي على كامل الكانتيليفر شيت بايل، يبقى هو عندك بيطلب المسألة بشكلين، يا إما هو يحدد نقطة وانت تحسب عندها او انت اللي بتحددها، يا اما عايز يحسب على، عايز يجيب شكل توزيع الضغوط، شكل الضغوط على كامل البايل، على كامل الشيت بايل. قال لك انت بتيجي تعمل ايه؟ بتيجي تحسب عند كل 1 متر. يعني هنا هتيجي تاخد مثلا 1 متر وتيجي تحسب عنده سيجما الاتش، ودي نقطه 1، وهيبقى ليها الام ثابته، بس خلي بالك هيبقى ليها ايه؟ هيبقى ليها ان 1 والام دي ثابته، تمام. وهو هحسب عندها عن طريق برضه اشوف انه الام اكبر من 4 من 10، اما اصغر من 4 من 10، واخش في القانون بتاعها. بعد كده اختار مثلا النقطه دي وهيبقى ليها خلي بالك ان 2 والام ثابته، اجي اختار كمان 1 متر، كمان 1 متر، اخد من هنا برضه مسافه 1 متر، واختار نقطه ثانيه هيبقى ليها خلي بالك ان كام، هيبقى ليها مثلا ان 3، وكل واحده هيطلع لها سيجما اتش معين، وهاخد هنا مثلا ان 4 وان 5 وهكذا. كل واحده هروح احسب لها شكل توزيع الضغوط، وشكل توزيع الضغوط هيطلع لك بالمنظر ده. خلاص دي سيجما اتش 1، دي سيجما اتش 2، دي سيجما اتش 3، دي سيجما اتش 4، ومثلا دي سيجما اتش 5. خدت كل 1 متر وجبت لكل واحده ان 1 وان 2 وان 3 وان 4، تمام. دي مثلا اهي زي ما احنا قلنا، دي مثلا ليها ان 4، تمام. هو ده لو الحمل بتاعي حمل مركز، يبقى ده اول شكل، ودي زي ما احنا قلنا بتيجي في نهايه مساله، تمام، بالمنظر ده. طيب ايه تاني حاجه؟ قال لك لو انت عندك حمل، لو انت بتتكلم كده مثلا، ادي الشيت بايل بتاعك، وادي التربه، والتربه هنا. لو انت عندك بقى حمل موزع بس مش على كامل الارض بتاعتك، يعني بالمنظر ده، ده كيو. قال لك بتخش في قانون تاني، وبقولنا زي ما احنا قلنا القوانين جيفن، بس تعرف تتعامل معاها ازاي. اسمه ايه؟ اسمه سيجما الاتش، برضو عند اي نقطة بيساوي كيو على باي في بي ماينس ساين بي كوزين 2 ألف. قال لك لو انا مثلا جيت حددت النقطة دي وعايز احسب عندها سيجما الاتش 1، قال لك هعمل ايه؟ قال لك بتروح توصل ببدايتها ونهايه الحمل. اروح اوصل ببدايه الحمل واروح اوصل بنهايه الحمل. الزاويه دي، الزاويه دي كده كلها اسمها بي، تمام. اما فين الفا؟ قال لك بتيجي تنصف الزاويه بي دي، بتنصفها تبقى الزاوية دي قد الزاوية دي. وفين بقى دلوقتي ألفا؟ قال لك ألفا بقى من نص الزاوية من هنا كده لغاية الكانتيليفر شيت بايل، دي اسمها ألفا. يبقى بي اللي هي الزاوية من بداية ونهاية الحمل، وألفا اللي هي من نص لغاية بداية الكانتيليفر شيت بايل، دي بي ودي ألفا. بتيجي هنا تعوض بالقانون، لو أنا عايز أحسب قلنا زي النقطة دي، بروح بقى أوصل ببدايتها ونهايتها، وأجيب البي وأجيب الألفا وأعوض بيهم، يبقى كيو دي هي بداية الحمل، وبي دي هي الزاوية، بس خلي بالك بتعوض هنا في التقدير الدائري، أما لو هي جوه الساين بتعوض عنها بالتقدير الستيني، وألفا بالتقدير الستيني. قال لك برضه أنا عايز شكل توزيع الضغوط على كامل الكانتيليفر شيت بايل، مثلا انا هاخد نقطه كل 1 متر، لو نعتبر ان دي كل دي 1 متر، اخد كمان 1 متر، واجيب هنا نقطه سيجما اتش 2، واوصل برضه عشان بس يا رب تبقوا شايفين، اوصل برضه ببدايته ونهايه الحمل، وانصف الزاويه دي،
وتبقى دي كلها احنا هتبقى ساعتها ايه؟ دي كلها بي. وفين الفا؟ اللي هي من بدايه الكانتيليفر شيت باي لنص الزاويه، دي هي اللي اسمها الفا. هيطلع طبعا بي 2 والفا 2، دي بي 1 والفا 1. اخش برده اعوض واجيب سيجما الاتش 2 وهيطلع لي برده شكل توزيع الضغوط. يبقى هي دي الشكل بتاعي. طيب ايه تاني عندك؟ قال لك لسه في حاجه كمان، رقم 3 ورقم 4. ايه هي؟ مش هنكتبوها ان شاء الله على نفس المساله تيجي. قال لك لو انت برضو عندك ادي الارض، منسوب الارض ونزلت بيه عمق حفر، وادي الكنتيليفر شيت بايل ونزلت هنا مثلا ده منسوب اهو الحفر، تمام. قال لك عندك ايه؟ عندي حمل مثلثي معاه حمل مستطيل بالشكل ده. قال لك برضو الراجل بيدي لك القانون بتاعه. ايه القانون؟ قال لك سيجما الاتش عند اي نقطة بيساوي كيو على الباي في السي، الكلام ده في سي بي زائد اكس الفا زائد 2 زد في لين ار2 على ار1. لازم تطلع انت عندك المساله كده هتبقى بيضة، لازم انت تعرف بتتعامل معاها ازاي. القانون اه بيبقى جيفن، بس محدش هيقول لك ايه هي السي وايه هي البي وهي الاكس وفين الالفا وفين الزد وفين الار2 وار1، فانت لازم تبقى عارف كل حاجه. طب تعالى نطلع الكلام ده. انت اول ما تجيلك المساله دي او يحط لك الشكل ده هو عايز رسم توزيع الضغوط، قلنا دي مساله بتبقى لوحدها خالص منفصله، ممكن اه يحطها لك في نفس مساله الكانتيليفر شيت بايل بس ما بتعملش الاثنين مع بعض، لا ده انت بتخلص مسالتك عادي خالص وتيجي تحل دي في الاخر خالص لوحدها كده بالشكل اللي احنا بنقوله ده. دي الكيو ده اللي هو مقدار الحمل. قال لك الراجل خلي بالك المسافه من بدايه الكانتيليفر شيت بايل لغايه بدايه المثلث بتاعك اسمها اكس، والمسافه من بدايه المثلث لنهايته اسمها سي. يبقى دي هي اكس وسي اللي في القانون. طيب لو انا بحسب مثلا هنا عند النقطه دي عايز اجيب لها سيجما اتش 1، قال لك المسافه من فوق خالص لغايه النقطه اللي انت بتحسب عندها اسمها زد، يبقى هي دي زد اللي في القانون. ايه تاني؟ قال لك بتوصل ببدايه ونهايه المثلث. هوصل ازاي؟ ببدايه ونهايه المثلث، تمام. ايه هي بقى اللي عندك دلوقتي؟ قال لك خلي بالك دي اسمها الفا، يبقى هنا اختلفت، لازم تبقى عارف، عشان كده دي غلاسه الموضوع اللي انت تبقى عارف الرموز دي انت بتجيبها ازاي وبتجيبها منين. والزاويه بقى لو انت عملت هنا افقي، محور افقي، الزاويه من هنا لهنا دي بقى اللي هي اسمها البي، يبقى الزاويه دي اسمها البي والزاويه دي اسمها الالفا. الكلام هنا اختلف عن المره اللي فاتت. والطول ده اسمه ار 1 والطول ده اسمه ار 2، يبقى الطول ده ار1 والطول ده ار2، هنا دي بي هنا دي الفا هنا زد هنا اكس هنا سي، ودي طبعا الكيو بتاعتك. يبقى انت في الرسمه دي لازم تبقى عارف كل دول، تطلع هنا تحط الكيو، تحط السي اللي هي المسافه من بدايه المثلث ونهايته، تحط السي دي برضه هي نفس المسافه، البي دي اللي هي الزاويه وقلنا هنا هتحطها بالتقدير الدائري مش بالستيني، اكس اللي هي المسافه من هنا لهنا وعرفنا الالفا بنجيبوها ازاي، والزد دي من بدايه من فوق خالص لغايه النقطه اللي انت بتحسب عندها، تمام. ولين ار2، ار2 اللي هو الخط ده، وار1 اللي هو ببدايه المثلث. وكده احنا عرفنا ازاي اتعاملوا في الشكل الثالث اللي هو ده. طبعا لو بحسب عند نقطه ثانيه هعمل نفس كل اللي عملته ده واحسب كل واحد متر، وده طبعا يبقى جلسه جدا لان القانون ده كبير، ان هو لو طلب شكل توزيع الضغوط على كامل الكنتيليفر شيت باي. اخر شكل عندنا لو برضو ده الارض، وهنا نزل لي الكانتيليفر بي او انكود ايا يكن، وادي عندي منسوب الارض الثاني اهو. قال لك بيبقى هنا في حمل مثلثي كامل بالشكل ده، مش مثلث ومستطيل بقى. بحل الموضوع ده ازاي؟
القانون بتاعك برضه بيبقى قانون كبير جدا كده اسمه سيجما اتش كيو على جاما في سالب بقى اكس على سي الفا زائد سي زائد بي ماينس اكس على بي، والقانون دي تبقى جيفن في بي زائد 2 زد على سي لين ار 2 على ار 1 زائد 2 زد على بي لين الار 2 على الار 3. لازم تبقى طبعا عارف الرموز دي. طيب انا لو بحسب عند النقطه دي في حاجات ثابته من المره اللي فاتت، دي اسمها النقطه من بدايتها لنهايه من اول الكانتيليفر لغايه النقطه اللي انا بحسب عندها اسمها زد زي ما هي، وبرده المسافه اللي هي دي هتفضل زي ما هي من بدايه لاول المثلث اسمها اكس، ومن اول المثلث لاخره اسمها سي برده. نهايه بقى المثلث لنهايته من نصه لنهايته المسافه دي جديده اسمها بي، وطبعا الحمل هنا اسمه كيو. تمام، قال لك باجي بالنقطة دي، مش انت كنت بتوصل ببداية ونهاية المثلث؟ قال لك برضو هتوصل هنا كمان بآخر نقطة في المثلث. قال لك دي اسمها بقى هنا ساعتها دلوقتي اسمها ألفا، وهنا خلي بالك ما كانتش مع الأفق، لا هنا بقى الزاوية دي هي اللي اسمها بي، يبقى دي الفا ودي بي. وحاجه اخيره ان هنا ده اسمه ار 1، الطول ده اسمه ار 2، الطول ده اسمه ار 3. يبقى انت كل الرموز دي مطالب ان انت تبقى عارف فين كل واحده عشان تقدر تحسب سيجما الاتش وتخش في القانون ده بقيمه كل واحده تعوضها وتطلع له الضغط الجانبي هنا برقم عندها. يا رب ان شاء الله نكون فهمنا الموضوع ده باذن الله واستفدنا منه.